عني بلغت. توكلنا عليك يا الله يا رب العالمين. الرحمن يا شيخ بدري. أهلا ابنه. مصيبة يا شيخ مصيبة. خير شو فيه؟ على قريبين شبابنا وشباب العمارة واصل بيناته للشيطان الرجيم. امشي دامي لشوف. يلا يا جابر رجال العمارة هاجمين على الشاغور. يا باطل روح لحق. يلا خير ابن عمي شو فيه؟ رجال العمارة هاجمين على الشاغور بيطلع شوف شو القصة. يا لطيف يا ويلي ناقصنا نحنا ناقصنا مشاكل والله اللي فينا مكفينا. اللي بالك يا بنتي الله بعد الضيق. الله يستر يا رب الله يستر. اللي بيعمل كرامة للعشرة والخبز والملح واقف هالمهزلة وخليني احكي هالكلمتين. والله عيب هاللي عم بيصير عيب عيب يا رجال وما في شرع بيقبله. العيب علي اللي بده يتعدى على حرمات الناس وارزاق العباد. ليش شو صاير يا ابني؟ رجالكم تعدوا علينا مرتين وهالشي مو مقبول بنوب. ولك هذا الشي مو صحيح يا ابني ولا يمكن انه يكون صحيح. لا صحيح هذيك المرة سكتنا بس هلا ما رح نسكت بنوب. ونحن ما رح نسكت سيدي. انت خلاص يا كامل اخذوا الشيطان يا ابني اخذوا الشيطان. واذا كان هالشي هذا صاير فنحن كلياتنا نوقف وقفه واحده ضد الفاعلين مين من كان يكون. قولوا الله يا رجال. يلا شرفوا عمي. يلا يا بي الله كل واحد يروح على شغله. امرك سعيد امرك سعيد امرك سعيد امرك سعيد متبعت معلم جابر على شغلكم. يلا شاركوا حرك.